الراديو بيضحك على الراديو 90 90. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في راديو بيضحك على الراديو 90 90 دايما هوانا مصري. ولسه معانا الجميلة جدا زينب غريب. ولسه بنتكلم في حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بقى بالفاشن برضو. لسه ما خرجناش برا الفاشن. الكلام التقيل لسه جاي. عايز اعمل معاكي كده زي استفتاء حاجة صغننة كده اعرف ارائك. جاهزة في الفساتين وفي الفاشن وفي الحاجات. حسن مش من حقي ان انا. لا انا عايز اعرف ذوقك انت. يعني مثلا انا الشخصي هقولك احلى دراس شفتيه انت من وجهة نظرك قلتي الله النجمة الجميلة دي لبست احلى دراس انا شفته في مهرجان الجونة. مش هنقعد نقول بقى الفستان ده وحش وحلو. لا احنا هنتكلم من وجهة نظر. من وجهة نظري بس يعني هي مش مقياس لاي شيء علشان بس اكون واضحة. دي وجهة نظر شخصية. تعبير شخصي انا ولي علاقة بالنسبة لي بالالوان وبالشخص كمان اللي يعني الديزاين على الشخص حلو. انا عجبني قوي الفستان بتاع منة شلبي اليوم الاوبننج اللي فيه سيلفر مع جولد مع جرين داخلين في بعض. ات واز ريلي ريلي نايس. وعجبني جدا بتاع راي ابو راشد اللي هو الجرين اميرالد. تحس ان هي شوز فيري اليجنت ولايق مع رايا لان رايا بالنسبه لي شيز اميزنج. شيز لايك اميزنج يا جماعه. فدول انا حبيتهم على مستوى الشخصي. بس بقى كان في كولكشن رهيبه. اكيد كان في فساتين كتير حلوه. كان في فساتين جميله جدا والفستان الفزرد اللي هو كان بتاع شيرين رضا اول يوم اللي كان دي زي فير او ريش كده من ورا شيرين. شو كانت عامله فرتين وكانت جميله جميله جميله. بس انا عموما شايفه ان الناس كلها كانت رائعه وجميله. أكيد. جدا يوم الفستيفال. مين اكتر حد حسيتيه عمل لوك كده كان مجنون شوية بس حلو مجنانه حلو؟ يعني انا ما بشوفش اي حاجة مجنونة غير تقليدي معك. ما فيش حاجه ببالي. يعني شفنا مثلا اسلام عمل كذا لوك مختلف. لا انا عشان عارفه اسلام شخصيا. شفنا ثروت مثلا كان عامل كذا ثيم كده في ميكي وعمل حاجات كتيره مختلفه. ابو الروس برضو كان عامل حاجات يونيك كده. تعرفنا للجنون مختلفه. الجنون لو حاجه انا مش متوقعها من الشخص. انا انما اسلام مثلا لما عمل الحاجات دي انا حسيت ان هو بيعبر عن شخصيته فكنت شايفه ان دي حاجه حلوه قوي. هو حاجه عاديه لايقه على شخصيته. لايقه عليه. ولما لبس مثلا البدله الابيض في اسود او رسم الرسمات ورق انا حسيت ان دي فكره مبدعه لشخصيته. فما حسيتوش ان هو اتجنن. يعني لا هو هو از بينج هيم سيلف. يعني ايه ابرز الافلام اللي عجبتك في الحاجات اللي اتفرجتي عليها في المهرجان؟ طب اول فيلم انا هقوله بكل ثقه هو تشارلي تشابلن ذا كيد. الفيلم ده باللايف اوركسترا it was amazing. ده فيلم من كام سنه. تشارلي تشابلن من اعظم المخرجين والممثلين المنتجين اللي مروا في تاريخ البشريه. ولكن انا هتكلم على الافلام بتاعه دلوقتي. 200 meters was very nice. وميكا اللي هو البطل فيه زكريا عنده 11 سنه and this person is amazing. يعني زكريا شخص كمان رائع. انا قابلته في الحقيقه في الفستيفال وعجبني. لوست انا ما قدرتش اكمله. خفت وبنكت وعيطت وطلعت. لان كان ده نجح للفيلم على فكره ان الفيلم كان بهذه القضيه يعني وبهذا التاثير. بس انا من كتر ما هو ريل قوي وحقيقي قوي ما قدرتيش تكمله. والاطفال بتاخده من باباهم ومامتهم وكده او سكراينج وطلعت. ما قدرتش. يعني ده يقولك ان انا بصدق في الافلام اكتر من الحقيقه. بتعيشي بقى فيها. لا 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 انا في فيلم اي في افلام ممكن تعيطني ممكن تخليني يجيلي انهيار. انا ببقى مصدقه جدا. ايه رايك في الاجراءات الوقائيه اللي كانت موجوده في المهرجان؟ لا كانت محترمه جدا وعلى ستاندرد عالي. لان احنا دايما كان معنا ماسك في الشنط. معنا اكتر من ماسك. بتحط لنا الكحول وانتسبترز واحنا داخلين واحنا خارجين واحنا في قلب الفستيفال واحنا في قلب البارتي. انا ما حسيتش ان الدنيا فيها حاجه. بالعكس الناس في البيوت قاعدوا يقولوا انتوا عاملين الاجراءات دي على الريد كاربت وبعد كده بتروحوا حفلات وبتحتفلوا وبيبقى فيها كراود وفيها ناس كتيره ومفيش تباعد. احنا على باب الحفله واحنا داخلين برضو بتحط لنا حاجات وقائيه. يعني حتى ايفن يعني ما حدش دخل الحفله جوه الا معدى بالبروسيدجرز دي او بالاجراءات دي. اكيد وانت بقى على الريد كاربت كتير مراسلين وكتير مذيعين قعدوا عملوا معاكي لقاءات وقعدوا يتكلموا معاكي. بس التعليق اللي موجود السنه دي من الناس العاديه ان الاسئله كانت غريبه شويه.
يعني مثلا في سؤال بتقلي انت سألتيه وكتير من النجوم الجمال جدا اللي كانوا موجودين برضو في المهرجان تسألوه، هو سؤال مثلا للحومة، انت قعدت قد ايه ما استحمتش، ولا انت لابس شراب قعدت بيه، دي حاجة اسئلة غريبة كده. انت نوعية الاسئلة دي بتضايقك لما تبقي على الريد كاربت، ولا انت عامة لا بتبقي حابة تجاوبي اي سؤال؟ لا انا ممكن اجاوب اي سؤال، يعني انا مش يعني مش هخجل من اي سؤال. انت عندك تدريبات بتطلب منا كممثلين ان احنا نعمل حاجات بقى مقززه، او نقف على ايدينا، او نعمل حاجات غريبه. جزء من كونك ممثل ان انت لازم تبقى مرن وعندك قدره على الارتجال. فلا بتهيالي هما كانوا بيقيسوا اكتر ارتجالك، او بيقيسوا مدى تلقائيتك في انك تجاوب على حاجه بيرسونال، وده حاجة ماركتينج وايز لطيفة، بس السؤال نفسه غريب. أنا مش أنا معاك من الحتة دي بصراحة. فكرة بقى سرقة عصابة بميمي توش للجوايز، الفكرة جت منين وازاي نفذتوها؟ الحتة دي كانت رائعة بصراحة. يعني النجوم ورا كنا فاكرين النجوم دي ذهب بقى. قلنا بدل ما اتنصب علينا في اخر المسلسل، فاحنا بقى نحاول نعوض الكومينج باك ده اللي هو يبقى جاب. بصراحه كانت فكره عبقريه وجمعتنا تاني بشعور، واحنا بنجري في التصوير احنا كنا بنضحك وبنصوت وكاننا عملنا حمله بجد. فانا ما حسيتش ان حتى شهور عدت، حسيت ان انا رجعت تاني للمسلسل. كان ناقصنا استاذه كامله بس في الموضوع. ورد فعل الناس بقى كان عامل ازاي في القاعه؟ لا ضحك. انا نفسي كنت بضحك، انا مسجله الحاجات دي علشان المونولوج، انا عامله مونولوجيست كده بيحكي عن حكايتي في الجونه، ان شاء الله هينزل خلال يومين. واو. وبطريقه غنائيه استعراضيه، هي اول تجربه وربنا يستر يعني. بس الحته دي بالنسبه لي كانت هايلايت، هايلايت اني تحس ان هم شخصيات حقيقيه ممكن يجوا في اي مكان، يظهروا في اي حته، يعملوا حاجه، يعملوا قلبان، يعملوا قلبان زي ما عملوا في رمضان بالظبط. خلينا نسيب الجونه بقى شويه ونتكلم عن وش السعد زي ما انت قلتي عليه، وكتير من نجوم ميت وش برضو قالوا نفس الكلام. ايه اللي اتغير في حياتك بقى بعد المسلسل؟ اوكي، انا بعد المسلسل طبعا حسيت بمسؤوليه اكبر، وحسيت بتحدي اكتر، لاني انا عارفه ان كتير قوي ممكن يجيلي ترشيحات نفس شخصيه رضوى، which is nice يعني. بس عارف انت لما تبقى انت ممثل طماع شويه ونفسك تاخد فرصه انك تقدم ابعاد لشخصيات مختلفه وتحاول تثبت ذاتك، فده اكتر حاجه كانت موتراني. بس الحمد لله جالي بعديها الا انا ضي القمر مع كندا علوش، كنت بعمل شخصيه مريم. وبرغم لسه هنتكلم طبعا عليها دي بالتفصيل، دي عايزه قعده، مش عايزاكي تفلتي مني في المسلسل. لا استني استني. أوكي. عايزه ارجع معاكي للبدايه، ترشيحك للمسلسل ميت وش جه ازاي؟ عن طريق استاذه كامله. استاذه كامله سبق التعامل بيني وبينها في مسلسل سجن النساء، وبعدين انا وقفت تمثيل واختفيت، وكنت في مرحله يعني مش الطف شيء كنت بقى. وبعدين اتجهت ان انا ادرس فيلم ميكنج واخراج، يعني اخراج اكتر وافلام دوكيومنتري. وبعدين لقيت نفسي اني انا بحب الفيلم ميكنج جدا وستيل لحد دلوقتي وبعمل اقصى جهدي فيه، بس التمثيل بالنسبه لي هو زي روحي. انا عندي استعداد امثل لحد ما اموت، انا عندي استعداد اموت للتمثيل. ف اعلنت ان انا عايزه ارجع امثل تاني، وقدرت ابتدي اعمل اوديشننج. وبعدين فروم نوير كلمتني هي اللي كلمتك ورشحتك هي اللي كلمتني ورشحتني وعملت لي اوديشن زي اي حد. يعني هي ما بتطبلش لحد، ومش فارق معاها انت مين، انت هتيجي تعمل كذا. وانا احترمت ده وذاكرت ورحت عملت اوديشن معظمها ارتجال، وكان ارتجال فيها اللي انا اعمل حالات درامية مختلفة ورا بعض، اضحك، اعيط، اصوت، يغمى عليا، اعمل صرع، ارقص، اعمل حاجة مرعبة، كل دول كانوا ورا بعض في الاوديشن. وكان ميدو شهيد ان هو اللي بيعملها، وكنت مبسوطة جدا بالاوديشن دي. لما خلاص بقى استقرت ان انت هتبقي موجودة معها في العمل وقريتي الورق، انت كنتي متوقعة ان المسلسل ده هيقلب الدنيا بالطريقة دي؟ لا. وبعدين انا ما كنتش شايفة الموضوع كوميدي اصلا. انا لحد نص التصوير انا مش فاهمه ان احنا وي ار فاني بيبل. انا مش حاسه ان انا حاسه ان انا رضوى، بس البلاء اللي بتشتغل في كوفير مش عارفه بتعمل ايه، عايزه تبقى زي بتعمل شخصيات تمثيليه كتير عشان خالها كان ريجيسير، وبتحاول تبقى دايما حوالين الناس وتبقى بتديهم هذه الطاقه.
الشخصيه كانت ميديوكر، وده كان صعب لان هي ملهاش فريم معين تقدر تمسكي منه. هي لازم تبقى دايما زي الميكس اللي بتتنقل من لون للتاني. بس كان في حاجه اساسيه ان هي جدعه جدا، وده كنت اكتر حاجه اللي هو بتخليني بندفع في الكلام بغباء، اللي هو لا دي صاحبتي مالكش علاقه بيها. طريقه كلامها وافهاتها كلها كانت مكتوبه في الورق ولا انت اضفت لها برضو روح شويه؟ والله انا حاولت وضفت شويه حاجات بعد طبعا موافقه استاذه كامله. وكنت كمان بعمل حاجه غريبه، كنت بسمع اغاني التراب والمهرجانات واخد الجمل دي واعمل لها زي اعاده كتابه كده، ان يبقى ده لساني اصلا، اللي هو ايه عود البطل ملفوف، إيه ما اعرفش البت فراولايه، الحاجات دي علشان اجيب اللغه اللي بيتكلموا بيها دلوقتي، بس تبقى فاني، تبقى مقنعه ان هي قريبه كمان، تبقى مقنعه وما تبقاش فجه، تبقى اتسمعت قبل كده وتقبلت بالظبط اكيد. لا ودي محتاجه برضو زي ما بنقول حرفانه عشان الطفحه ما تبص بالظبط. ايوه احكي لي الكواليس كانت عامله ازاي. اول بصي الكواليس اقرب جدا لدرامه المسلسل. الاول احنا مش عارفين بعض، وفي هذه النظرات لان في ناس ما يعرفوش التاني. يعني انا ومصطفى درويش قعدنا اول كام حلقه بنبص لبعض، اول ما يبص لي ببص الناحيه الثانيه حاسه ان انا عامله لان هو قاعد شبح العالم في نفسه. على نص المسلسل لا خلاص بقى انسي بقى، احنا بناكل وبنهزر وفاميلي وبنتعرف على بعض وبنبتدي نفهم ان انت كاركتر وانت في الحقيقه كاركتر تاني، وبتتكلم في حاجات الاحداث اللي كانت بتحصل كوفيد 19، الاحداث اللي بتحصل حواليك، ايه هو التمثيل، انت ايه كممثل. فلا it was nice, it was really nice. وده كان باين فعلا في المشاهد اللي احنا شفناها وفي المسلسل. أيوة. كله على بعض. اصعب مشهد ليكي في المسلسل كله؟ يعني في مشهدين على وجه الخصوص كانوا صعبين بالنسبة لي. أول مشهد بتاع عياتي يضحكي اعملي صراع، لأن وأنا بتدرب عليه في البيت كان عندي هذه المساحة من الوقت اللي أنا أحمل أخد نفس ما بين كل حالة والتانية وانقلها في الـ في الـ في اللوكيشن. كنت ما فيش حتى ثواني تك 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 في إن أنا أعملها بصدق. دي أول مرة، أنا فاكرة في أول تك ما كنتش مبسوطة، في التاني تاك قلت لا انا ماليش علاقه، انا هعمل المشهد ده، يعني هعمل المشهد ده دلوقتي حالا. وفعلا قررت اعمله ولوست ماي سيلف، يعني بضحك بجد كاني عندي هستيريا بعد كده، حاسه ان انا عندي صرع. فكان كنت هقوم ارقص واغني واعمل اي حاجه تانية بعديها، فما كنتش هوقف. تاني مشهد جينا على الهواء بتاع عالي 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 لما عملنا الخلاجة، ده كان مرسوم على ان احنا لبنانيين اصلا، حيل لبنيز، وكنا مذاكرين اللهجة اللبنانية شوية شو يعني الحاجات كده. وبعدين اول فصدن لا احنا نعمل خليجي، فاحنا اغبية، احنا نصابين اغبية، فانت لازم تعمل خليجي غبي. فأنست فتحنا الموبايل وبقينا نجيب ريفرنس لحاجات ليها علاقة بالكلام، فاخدنا بقى ليبي على مغربي على سعودي على كوكتيل جميل على 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 على. وبعدين استمتعت جدا بالكاركتر ده بالذات، ان بنبغى شوية سلاسل واساور مجوهرات، اعطيني كام بالدولار ولا زوج عالي حالي. كان لي ايقاع كده كان ليه مزيكا. زي ما انت قلتي انت بتحبي تعيشي في شخصيات كتير عكس بعضها، فتحبي اكيد تمثلي بلهجات غير لهجتك والبلاد غير بلاد، يعني تحبي انك تلفي جامد على قد ما تقدر. بس اظن الموضوع هيبقى يعني لو ما خدتش وقت في الممارسه كويس هيقلب كوميديا بس. لا انا واثقه الموضوع هيبقى قوي جدا، والحاجات دي بقى على الوقت اكيد بتحتاج تدريب بقى والدنيا بتظبط بعد كده. خلينا نطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا معاكم. ورقم الاس ام اس 199 وتليفون 2 18 10 8 66 والفان بيج بتاعتنا راديو 90 90 على الفيسبوك.